بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الأمل هو الرجاء في الله سبحانه وتعالى. الأمل هو الثقة بالله عز وجل. الأمل هو الطريق الرئيس لاستشراف المستقبل وصناعة الخير والجمال. الأمل هو من علامات الإيمان، ولذلك علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فصاحب الأمل هو الذي دائما يستشرف المستقبل، ويحب أن يصنع الخير ليعود عليه وعلى مجتمعه وعلى أمته. تخيل أن إنسانا زرع شجرة، كل من أكل منها فهو في صحيفته. تخيل أن إنسانا أجرى نهرا، كل من شرب منه فهو في صحيفته. تخيل أن إنسانا فتح طريقا، كل من استفاد منه فهو في صحيفته. فأصحاب الأمل هم الأذكياء الذين يبحثون عن أعلى درجات الأجر والثواب من الله عز وجل. هم الذين يبحثون عن أعلى أنواع الأرباح. نعم، صاحب الأمل هو ذلك الشخصية التي تتسم بالإيجابية، التي تتسم بالنظر إلى المستقبل، التي تتسم بتوجيه الطاقات والقدرات والإمكانات والمواهب إلى صناعة الخير وصناعة الجمال. أما الشخصية الانهزامية فهي التي تعيش آلام الماضي ومواقف الماضي ومصاعب الماضي، فهو ابن الماضي، ولذلك يترتب بعض الأمراض النفسية على هذه الشخصية الانهزامية من اليأس والضيق والتبرم والتوتر وغير ذلك كثير. فالفرق واسع وعميق. اليأس لا يقدم حلولا، بل قد يضخم النظرة السلبية والنظرة السوداوية للنفس وللمصاعب التي تقلب فيها فيما سبق. أما الشخصية الإيجابية صاحبة الأمل هي التي تستشرف المستقبل، هي التي تصنع الخير، هي التي تصنع الجمال، هي التي تتسم بالدقة والضبط والجودة والإتقان والإحكام، ومن ثم الإبداع والابتكار. فكن من الأذكياء، وكن ممن يبحثون عن أعلى أنواع الأرباح. ذلك لا يتحقق إلا إذا كنت من أهل الأمل. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.